فتحنا من هذه السنة فتحنا من هذه السنة لا فورماسيون. اولا الناس كاع اللي داخلين دابا كياخذوا يعني لي كور ديالهم في لا فورماسيون غادي يكونوا عندهم واحد لي موديول ديال الطب الاسرى، اشنو هو طب الاسرى وشنو هو يعني الامكانيات ديالو وعلاش وكيفاش خصو يشتغل. وهذا الاطباء اللي موجودين ديال الطب العام وهذا غادي تعطيهم امكانيات كذلك بواحد يعني واحد لا فورماسيون باش حتى هما يكون عندهم يعني لو تيتر ديال الطبيب الاسره. وهذيك طبيب الاسره غادي يكون طبيب محوري في المستقبل باش نقصوا من لي زيرجونس ونقصوا من يعني كل شيء يمشي للبلاصه اللي ما خصوش يمشي ليها والتكلفه اللي هي كبيره، باش يكون واحد التوجه انه واحد السيد كيعرف 3000 4000 عائله ولا 3000 عائله كيعرف الامراض ديالهم، كيعرف التاريخ ديال الامراض ديالهم وكيعرف بانه بلي كيجي يشوفوا واش خصو يمشي عند ليورجونس توت سويت ولا خصو يمشي عند طبيب مختص ولا غادي يدير ليه هو راديو غادي يعطيه هذا ولا يعطيه لودونونس وكفى ويمكن يرجع للمكان ديالو. وهذا الشيء كله في سياسه القرب لان غادي يكون يعني قريب ليه. دونك طب الاسره كذلك هذه السنه ان شاء الله غادي نوقفوا عليه باش من هنا لاخر السنه، كنقول هذه السنه 24 من هنا لاخر السنه ديال 24 بانه كذلك يعني نكون هذا لو ميتي يعني تحط في الميدان. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.